الحمد لله اكسن عندها 28 سنه وداخله في 14 دوله في افريك وحنايا اوجوردي راه جروب في ليكوسيستيم ديال ليكيبمون ديال الديجيتال وديال التعليم واليوم جينا في جي تيك باش نبريزونتيو لا سوليسيون ديالنا اللي هي ماي ساند بوكس. ماي ساند بوكس شنو هي؟ هي سي سوليسيون اللي تتعاون الاساتذه والدراري الصغار اللي يكون ولا ما يكونش انترنت غدا يكون عندهم ان انفيرونمون اللي تيعطي ديجيتال دونك يكون في الجبل ولا يكون في المدينه الكبيره ويتعاون غدا باش الدراري الصغار يقراو في لي كومبيتونس ديال الفيوتشر. الحمد لله اكسنت اليوم داخله في المغرب كامل وداخله في 10 دولار في افريقيا كيما شرحتها ومن البريسكولي حتى للتعليم لونسينمون سوبيريور لي سوليسيون ديال الدي بي ام كيستافدوا باش يعاونوا الشباب يولي عندهم لي كومبيتونس في المستقبل باش يوليو دي زونتربرونور ان شاء الله وهما اللي غادي يبنيو المغرب وحنا مغاربه اجوردي كنبغي نبينوا لي تكنولوجي اللي كاينين عند المغاربه. الحمد لله في هاد جي تي كتلقاو دي ستارت اب شركات الكبار اللي هما مهمين تيديروا دي بروجي الكبار في المغرب وعلى برا واليوم اجوردي بغينا حنايا ان توك ماروكان نوريو بان لي سوليسيون هذيك الشيء ديال التعليم. حنا عندنا 15 عام ديال فهادشي ديال لي سوليسيون وهاديك 15 عام علمتنا واحد الطبقه ديال اليوم مع الكوفيد ولات مهمه اللي ما بقاش نوليو متابعين التكنولوجي حاسه لا تكنولوجي هي اللي تتباع اجوردي على حساس ليدوكاسيون مثلا اللي تعرف الدراري كيفاش غادي يوليو غدا ان شاء الله لي زونتربرونور ولي ميور ان شاء الله في لو كونتينون في العالم ونتمنى لهم ان شاء الله وميرسي.